صراحة تحتاج. مرحبا أخي رمضان كريم، عليك وعلى العائلة، شلونك؟ عليك الحمد لله الله يسلمك. هلا حبيبي، الاسم بالخير ومنين؟ أحمد من صلاح الدين. أحمد من صلاح الدين، حياك الله يا أحمد وحي الله صلاح الدين. إن شاء الله صايم؟ إن شاء الله. يلا 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 انطيني رقم، خلني افتتح رقم قوي. يلا عالي، اختار لي رقم عالي. يلا ثلاثة. رقم ثلاثة، يقول هذا ثلاثة مو عالي. ثلاثة رقم من الأرقام ال 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 أي 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 أي. وخلي نشوف الرقم ثلاثة. الرقم ثلاثة سؤال، السؤال يقول: ما اسم الشخصية التي أداها عادل إمام في فيلم رمضان فوق البركان؟ هل هي رمضان، لو شعبان، لو رجب؟ عشرين ثانية. يلا عشرين ثانية، راح تخلص راح تخلص. خلصت يا حبيبي، خلصت أحمد. إيه أحمد، خلصت العشرين ثانية. طبعا رمضان، طبعا رمضان. إذا نقول ألو مرة أخرى لمتصل جديد. ألو ألو ألو، مرحبا. ألو مرحبا أختي العزيزة، رمضان كريم، كل عام وأنت بخير أختي العزيزة. رمضان مبارك. شلونك؟ يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله. الحمد لله الله. الاسم بالخير ومنين حضرتك؟ سجى عدنان من ديالة. سجى عدنان من دياله، وحي الله دياله. وانطيني رقم يا اخو سجى. يلا يلا. رقم 19. رقم 19، اختارت رقم عالي. ورقم 19 رقم عالي، والعالي الله. يا الله يا الله يا الله، رقم 19. ورقم 19 يا سجى ما يحتاج لك الى سؤال، اجتك هديه. وهديه الف الحمد لله والشكر، ال 500 ألف دينار عراقي. شوف احنا نقول يا الله، اكو هدايا واكو جوائز تمنح بدون اسئله، واختاروا ارقام عاليه وكثروا اتصالاتكم حتى تزيد فرص مشاركتكم، واريد اسمع اتصالاتكم. ويلا يا سجا، 500 ألف دينار عراقي هديه لك، اختاري لي رقم اخر. يلا رقم 20. حلو، رقم 20 يا كرة. وافتر افتر افتر يا كرة افتر. اها، ورقم 20، اسمع السؤال يا سجا: في اي محافظة عراقية تقع آثار لارسا التاريخية؟ وين تقع؟ بالمثنى، لو بذي قار، لو ميسان؟ وين؟ لارسا. لارسا، آثار لارسا، مثنى، ميسان، بيقار. يلا ما عندنا وقت. يلا سجا. ميسان. ميسان مثبتين، ثبتت وميسان. مع الأسف ميسان خطأ. بيقار يا سجا. وخل نسمع المتصل الآخر. المتصل الآخر ألو.